تفضل هو اللي يفوز بالكاس هو اللي يفوز باللقب. طبعا سعادة بادئة على وجوه اللاعبين الجزائريين الذين لا يندمون ولم يندموا على أنهم لعبوا بهذا الشكل اليوم ولعبوا بهذا الشكل في 4 مباريات. هذا وكنيش يعطيك الصحة على كل شيء بما في ذلك على الهدية التي منحتها للنيجيريين. وهذه هي الكرة بالنسبة لك وبالنسبة لرفقائك. دراوي كنت متميزا، بن خماسة لا هذا مزيان أيضا كان متميزا، بن خماسة كذلك محمد وسط ميدان فريق اتحاد الجزائر، زين الدين فرحات وغيره كذلك من اللاعبين الذين تألقوا. الشيء الذي ربما يعاب على المنتخب الجزائري أنه لم يكن له تشكيلة ثرية جدا، لم تكن خيارات كثيرة للمدرب، لعب تقريبا ب 15 لاعب هذه الدورة، لم تكن له خيارات كثيرة حتى في اختيار التشكيلة التي تشارك تسافر إلى السنغال. ليس لأنه اللاعبين الأقل من 23 سنة ليس لهم مستوى عالي أو لا يقدرون على المشاركة، ولكن لأنهم لا يلعبون مع نواديهم. هذا هو التحدي اللي كان كبير جدا، ومع ذلك أخذ لاعبين لا يلعبون بانتظام مع نواديهم. أي نعم عندهم سنة ونصف وهم يحضرون، ولكن أول رسالة وجهها هو أنهم لدينا أماكن في النوادي التي نلعب لها في الدوري الجزائري، بعدكم يعني سنفكر في الانتقال إلى أوروبا واللعب في نوادي أفضل لنحسن مستوانا ونعود بالفائدة على المنتخب الأول. المنتخب الأول الذي يبقى ثري جدا باللاعبين في وسط الميدان وفي الهجوم. أي نعم عندنا أزمة على مستوى الخط الخلفي في الدفاع، ولكن يبقى وأنه المنتخب اللي يقدر يسجل 7 أهداف حتى ولو يتلقى هدف وهدفين وثلاثة معليش. طبعا الدرفلو الذي دخل في الربع ساعة الأخير، درفلو الذي لم يشارك كثيرا مع فريق اتحاد الجزائر هذا العام بسبب الإصابة، والطاقم أيضا الفني والطبي والإداري هو طاقم تاع الفريق الأول، والإمكانيات التي وفرت لهذا المنتخب هي إمكانيات الفريق الأول، طائرة خاصة ووسائل استرجاع كبيرة نقلها أو معه هو المنتخب الجزائري من الجزائر إلى الدكار والسنغال بالمدير الفني توفيق قريشي، من دون طبعا المدرب الفريق الأول، بطاقم التدريب طاقم التحضير البدني تاع الفريق الأول هو الذي كان موجودا في دكار بالسنغال. تحية رئيس الاتحاد لكل هؤلاء الذين سمحوا للجزائر.